تعجبهم وينبسطوا ويقضوا وقت ظريف مع الفيلم. فيلم بالنسبة لي أنا طبعاً هقولك حلو قوي وفظيع وما حصلش. مستنين رأي الناس وإن شاء الله يبقى رأيهم وردود أفعالهم على قد التعب اللي احنا تعبناه إن شاء الله. مبسوطة قوي بوجودي مع كل الكروب بتاع الفيلم. سعيد عنده عين حلوة قوي قوي قوي، وأنا كنت أتمنى أقف قدام الكاميرا بتاعته، والحمد لله يعني حقق الحلم ده. تامر طبعا شهادتي فيه مجروحه، لانه بالنسبه لي اخويا وعشره عمري وصديقي، ويعني ما عنديش عمر تاني اعوض بيه واحد زي تامر.